فوكس يا جماعة. اليوم رح نلعب ماينكرافت مع صبا. ياو. طبعا يا جماعة جربنا صبا على ماينكرافت 1 بلوك وسفحت أبدعت. بعرف عشان هيك. فهلأ يا صبا رح ناخدك للعالم الحقيقي. أوكي الله يستر. لازم يا صبا تركزي وتسمعي كلامي تمام؟ يعني أركز أوكي بس أسمع كلامك أحمد. طيب ماشي 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 هيك أنت يعني حتعرضي حالك لشغلات معينة بس. لا 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 بمزح. يلا يلا رح أرد عليك أكيد. هلا والله مصر. يه تعال. لا 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 وين ليه وقعتي؟ عم بطلع على العالم مستغربة من الحياة اللي هون. واو صباح أنت هيك أوكي أحمد كتير أحلى. بدي أطلع لك استنى. لا تاخذ الاشياء اللي هون. وينك طيب انت؟ انا مو شايفتك. هي فوق. طلع استنى. يا طلع لي طلع لي شبح. مش عارفه اصلا طلع لي شبح. يلا واضح حتكون كيف قويه. هيني خاصيني عشت. وينك انت؟ فين هيني؟ صباح انا هيني هون. احمد طلع فوق. طلع فوق. لا لا ارجع مكان ما كنت. ارجع محل ما كنت. لورا ورا ورا ورا. انت شايفتني؟ روح يمين. ايوه طلع فوق. هلا طلع يا حب. بعدين معك خلص. خلص اجيتك. طبعا خسرت نص ارواحي بس اجيتك. هاي هلا والله. نورتي ماينكرافت. اولا صبا طبعا حاب احكي لك انه في اللعبه هاي لما يصير دينا ليل بيطلع وحوش وبقتلونا واحنا ضيعنا كل الوقت هذا الفاضي. اسمع بجوز نضطر ننام اليوم بحفره. اوكي 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 صبا انا الزلمه هون فبدك تسمعيني عشان نضل عايشين. اوكي تعمليش اي شيء غريب. واو اسمعي. واو تعال تعال شوف في والحظنا شو حلو في هون تمبل. استنى اشوف. استنى هات. اوه امرالد. اوه استنى خليك يا احمد. وين خليك 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 اغرق حالي بغرق حالي. ها لا 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 اوعك اوعك اوعك. ها 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 لا 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 يا صبا. لا لا بمزح بمزح. احمد وينك؟ تعالي اسمعي تعالي اعطيك هسه شو نعمل. تعالي معي مهم كثير. تعالي اوكي عيني طلعت لك. خذي هاي روحي هاجمي الشجرات بسرعه. هذا الشجر شرير لازم تقتليه. وين؟ فوق فوق هذا الشجر كله شرير اقتليه بسرعه. جد؟ ماشي سيب. يما اي وقعتي؟ اموري طيبه طيبه. دونت وري. خايف علي؟ ما بعرف انك هلا بتعمل وجه مستفز. اسكت. صباح انا بحاول الاقي فحم. صباح كثير بنحتاج فحم احنا. اتس اوكي ها انا مكيفه والله يعني. وصلي خمس وصلي 32 هذا 32 خشب بس. كيف بتعرف انه احنا بس بنحتاج 32 خشبه؟ انا هيك حاط هدف يعني. معتمد علي احقق هذا الهدف؟ تحقق هذا الهدف. ما حكيت زي هيك. ليه ضلك تتنمر علي؟ اوب لقيت فحم. اوب صار عندي 32. كملي بس شوي بس عشان اخذ الفحمات هذول الجاي عشان ابعد عنك شوي. يا احمد هيك بتتركني مع الخرفان. اوه ماي جاد الدنيا عم تصير ليل. صبا صبا لحقي حالك. يا والله اني هي مع 32. تعالي هسا تعال هلا. يلا 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 هي جاي جاي سريع سريع بس لحظه. يما نظل بتخبي هون بين الحشائش. وين صبوب وينها؟ هيني بليز كم. وينك؟ ايش اضوي لك فلاش لايت؟ شو اعمل؟ ها ها هي هي وراكي. ها 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 هي كيك. اي هاد ها ها طب الحقيني. اوكي انا قعدت الحق الخروف فكرته انت. وين الخروف راح؟ هيو
بدنا بدنا خروف. خدي خدي الصوف. اوكي كويس. اخذته. خليكي مكانك. اوه في صوت وحوش. صباح. انا بعيد عنك. خليك مع نفسك. خلص تجيش عندي. قتلني. ليه في شبح وراي وانا بحكي؟ يا ربنا وين رحتي؟ اغراضك، بدي اغراضك. حيو انت وين فجرتي؟ على فكرة انت لئيم. مش مشكلة، انا زعلان عليك بس بدي الاغراض. بدل ما تطمن علي الله. يا الله متت. صبا متت. وينك؟ انا قبالي الشمس. الشمس قبالي. الشمس. هسه باجي عند الشمس. يلا. لا لورا لورا. صبا. حواليك شجر، كسر الشجر. ما this is what I'm doing. الله عليها الله عليها. صار عندك خبرة. طبعا طبعا. My favorite game of all time بعد باربي فاشن شو. أحمد ممكن أفهم أنت وين حبيبي؟ ممكن؟ بلا ما عاد صوف عشان بلكي عملنا تخت عشان نتجنب كل المشاكل. يعني إذا لقينا صوف أمورنا تمام خلص، الليلة بنعملها سكيب. أوكي أوكي أوكي. صباحي نجي لعندك. أوكي يلا صبا تعالي. شوي شوي حبيبي، شوي شوي. أوكي يلا. أول شيء حنعمل نهرب من مكان منطقة الثلج. منطقة الثلج مستفزة. أعطيني آلة حادة خليني أعرف أعيش. هسا بعطيك، بس خلينا نلاقينا مكان مستقر يعني. أحمد وين بتختفي؟ يلعن. هلا كنت وراي. أنت وين هسا صرتي؟ هيك وراك تعالي. هي هي أنا مش كلب بتحكي لي هيت وفت. طب يا هفتوف استنى شوي. نطلع من هاي المنطقة، مش شايف طريقة نطلع من هنا، كثير كثير كبيرة. فأنا عارف شو حامل. أول شيء أنا شايف بيت. شايف اللي أنا شايفه؟ في خشب قدام كأنه. يب. أوكي في بيت، مش عارف بجوز نقدر ناخده إنه وخلص. سبقتك أو لا؟ صبا لا لا يا صبا مالك. يا صبا ابعدي يمكن لو سمحت. شكرا. شو هاد؟ زي هي سفينة غرقانة. حلو في ايرون. ها ممتاز الحمد لله. صبا اسمع خلينا نطلع من هون. يلا تعالي. وينك؟ برا. شوف شو حنعمل هسا. مستعدة؟ طيب هسا صبا احنا في مكان كله تلج صراحة، الوضع مش سهل بالمرة، فبدنا نطلع منه. صح بارد جدا. برد واحنا معنا جاكيتات. تعالي بس معي. يلا شوف شو حنزل. واحد اثنين. قرر محنا. ايك بسويت لك عليها؟ انا هي اللي جوا. يلا ايك بسويت يا حب. ايك بسويت استنى شوي. صباح رايت كليك اللي على اليمين. طب انا كبستها. ها يلا. وي وي. بدنا نبحث عن ارض تكون مش مثلجة عشان نعرف نعيش فيها. محلاه حبيت. صبا طلعي عشمالك. ياي زرافة. طلع الشمس حتغرب واحنا لسه بنسبح. والله غوب كامل احنا بس بالمي. طلعنا هلا اشبح من البحر ولا شو الوضع؟ طبعا. احكي وحياة الله. في والله والله في. لا مي. بس ضل ماشي، اذا بضل ماشي ما بيشوفونا، ممكن نهرب منهم. اوكي هلا هي بطل في ثلج قدامنا. الحمد لله. صح والله. يلا بس يابس هسه ضايل. في شغلات تحت المي. ايش هذا؟ في اشي تحت المي بيت كانه؟ تحت المي في. اوه يس. يوهو. يابسة اخيرا. طب صباح اسمع، اول ما انزل احط الدخوت على طول نامي. اوكي يلا. اذا اجوا الوحوش ما حدا ننام. بسرعه بسرعه. اكبس شفت يا اكبس شفت. ما كنت اعرف وين التخت الثاني. هلا والله. اوف طلع طلع كيف قاعدين بيحرقوا قدامك. ايش ليه بيلحقوا فيي؟ مات مات. وينك؟ تعالي.
يا تشيكن انا جوعانه. طب اسمعي هذا عكبوت صبا صبا قلت لي عكبوت صبا مش شايفته مش شايفته مش شايفته نمتي علي الا زوجي الا زوجي ايوه قالها صبا الا زوجي المكان هون كتير حلو نعمل بيتنا مبدئيا حلو هون مطل اه وفي حيوانات كتير حلوين قدامنا اسمع الحيوانات اوعي تقتل اي حيوان اه عشان هسه نقدر نخليهم نعمل مزرعه ونخليهم يتزاوجوا اوكي زي يعني زي البلوك الماضي طيب هلا هون طيب بس عم بنظف المنطقه من الحشائش مبدئيا هون بيتنا خلص اتفقنا دن صباح تعال شوف شو حاط طلع شوف طلع 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 اه ياي اطبخ لي هاي بطبخ لحمة على النار اعطيك انا كمان في... اه اوكي في معي لحمة كمان خليها تخلص اللي نطبخ هاي ونطلع اللي ماشي طب اسمع هسه كمان حعمل تشيست عشان نحط فيه اغراضنا عشان ما عشان اذا متنا ما تضيع ايه في عندي بذور قمح ممتاز خليهم هاي تشيست حطوها بالتشيست هاي حطيت كل اغراضي هون طيب هلا صبا الخطوة الثانية لازم نعمل حنا بيت طلع الوضع مش تمام هيك صح كتير مكشوفين على الحقيقة كتير مكشوفين في اللعبة صح بدنا نروح نجيب خشب من هناك من هذه الغابة بس بديش هيك تضيعي بديك تعرف ترجعي خدي هاي تعالي هيك هاي هون اه هناك في غابة هون احط زي علم هيك هيك طلعي زي بدلك على البيت هناك البيت اوكي بس ايش لازم ترجعي قبل ما تصير دينا مغرب لانه بتاكلي هوا هناك يلا مع السلامه حبيبي يلا بدك ترفعي راسنا انا حسوي اساس البيت هون سريع يلا نامي كيف ماسك المسدس تاعي جاهز انا اوه يلا اسمع حطي خشباتك في التشيست يلا جبت كمان اشي هذا اللون الابيض بعرف شو هو وفي ستيك حلو حطي كله بيرك بيرتش بيرك بير. يلا برجع لك اروح اكمل مهمتي كسيرفايفر حبيبي صحيح على فكره الخشب اللي جبتيه بكل لون تاني لا وين حطيت الخشب؟ بالبوكس لا مش موجود والله العظيم حطيت في والله في احمد في البوكس اللي على اليمين مش غير بوكس واحد في بوكسين والله بس احمد مالك حطيتهم حياة الله والله واذا طلعت لك اياهم كيف طيب ما بيجي بالبوكس ماشي احمد ها تعال تعال اه هدول شو في التشيسب حصاد شو هدول امورك تمام ما عليك خلص انا سري خربطت تقل دمك لو سمحت لا تناديني الا على شغلات مهمه تمام شو صبا شو وضعك يلا هاني انا جايتك بالستوك الجديد تبعي بدي اخذ سكينه او هاي الفأس والأبصر شو هو لأنه واو ما أحلى البيت كيف بس actually nice الله والله ما أنا مبدع والله النار تفضل ها هاي 64 44 هاي معي فأس أموري تمام يلا برجع لك دي عم تغرب استنى أو أنام أحسن صح لا استنى بس بدي أزرع هذا عشان يكبر شوي إحنا نايمين نشوي لنا شوية لحوم هذا من صيد اليوم والله صدتي صوت الدجاج وخنازير وبقر طب احمد سكر الباب حب ايش فيه بس شوي بس شوي روح ازرع تزرع ايش الدنيا ليل خلاص ما عليك انا بدي ازرع انا زلمه بدي ازرع انا زلمه بدي اكون فلاح استخدم مياه النهر زي ما هي بعدين نعمل نظام ري وكل شيء في شبح وراك في شبح وراك وينه بمزح هاي انا اجت شبح الشبح ماشي هاي ها طلعي زرعت على مدى كل النهر نايس عشان يكبروا يلا نام يلا يا صاح
ليلة جميلة. أنجزنا أنجزنا. بشوفك برجع لك. خلاص كملي هسه مشوارك. يب راح أروح أشقى عشان أعيشك أمير. الله ليالي. راح أبلط البيت. ها خذ راحتك. صراحة أنا بروح برجع بكتشف شغلات جديدة وجميلة. أحمد سكينتي راحت. السكينة راحت المتل اللي عملت لك إياها الأيرون. آه ما بعرف كيف. إحنا معناش ماتيريال اللي نعمل واحد تاني. استني أنا معي واحدة في إيدي بعطيك إياها. خدي. ها طب إحنا إيش نحتاج عشان نعملها؟ بدنا أيرون. Let me check. إن شاء الله ألاقي. ما حتلاقي بالخشب. لازم تنزل تحت الأرض. طب بنزل تحت الأرض. تنزلي أنتي؟ آه والله. بس في احتمال تموتي لأنه في أشياء بتخوف ممكن يطلع لك. عادي ما معي شغلات كتير. سأحمل لك رفق هون عشان إذا متي. أموت في نفس المكان. هسا اسمع إذا طلع لك فحم احكي لي عشان أنا عشان تشوف لأنه هسا ما حتى تشوف إشي بالعتبة. تطلع لي مصباح زي النور. لو طلع لي فحم أنا هسا بحل كل المشاكل. وينك؟ في حفرة جنب البيت أنت داخل فيها. أنت هون بها الحفرة؟ هي بس والله توقفي هون عشان أقدر أشوف من نورك. آخ يا ربي كيف بس؟ والله ما أفهمتك. لا صدمتني. والله شغلات هاي كلها بتطلع ترى من القلب على طول. رومانسية منسية. اسمعي طلعي تعالي أعمل لك شو تعملي. يا الله متحمسة. اسمعي بس معنا 4 تورتشز. ها زي هذول عندنا بس 4. اسمع شو كان نزلك تحت أكتر شوي عشان يطلع شغلات شوي نادرة. يلا اسمعي هسا أندر إشي باللعبة في إشي اسمه إيش صار إشي بتحبيه. أكل دايموند. ألماس. في ألماس في اللعبة. سامعة؟ أصوات أشبح. باي. تعالي بدك تعطيك المجال هسا أنت إليك الشغل. صباح بالغلط. روحت تنص روحي. إيه صرخش علي. خدي تعال هاي تبعت الخشب اللي انت فيها. هاي تبعت الحجاره. خدي ها هاي كمان واحده الستون. ايوه في ستون في ايرون. خلي ايرون على جنب. الايرون اذا طلع لك مثلا دايموند انه الستون ما بيكسر الا الاشياء الضعيفه. شفتي؟ اوكي هلا اضلني هيك داخله صح. اسمع اذا ضلك لحد ما تلاقي اهم شيء تلاقي فحم. الفحم كثير مهم. هيني كمل بناء البيت. كمل بناء البيت ان شاء الله يطلع بيت جبار. اوه ماي جاد. شو طلع عليك؟ اوه ماي جاد متت. طلعت ترجع تختك. هذا شيء حلو كل تخت. حفرت زي وقعت حفره كتير كبيره. طلع لك وحوش؟ وحش 20. حلو طيب خليني انا اجي اقتلهم. شو رايك؟ يلا اصلا كل اغراضي تحت. ما عندك هيك مثلا غاز سام نسمهم؟ غاز وحده الله. بس انا غالبا حموت بس ححاول. اوكي اسمع خذ معك فاير لانه ما حد شوف شيء. انطلقنا. بدي اجي معك اعلمك درس عن القتال. انت كيف ليه نزلت؟ اوكي لحالها حفرات. لحالها. اوكي طبعا لا تدفشيني مبدئيا. ما دفشتك والله العظيم. طيب شفت اغراضك. في مليون واحد صباح. يلا اطلع 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 اطلع. اوكي هاي اغراضك. اوكي انا هني. وينك انت صباح؟ حعمل اشي شوي غبي تخليك فوق لا تنزلي. طب احمد انا بدي شوية اكشن يعني مش منطق انت تعمله كله لحالك. طب يلا تعالي معي. ها انزل تحت في المي. وينك؟ قدام. هيني هاي هلو. يلا 1 2 3 يلا انطي. كفو عليها. ليش تركتني لحالي؟ صبطيبك هدول اشباح قاتلين. احمد ليه ما نطت معي؟ هدول اكلين لحوم البشر. ليه ما نطتش معي؟ انا هي في المي معك. عادي يا انا بطلت اشوف عم بموت. ليه بتموتي؟ لأنه في أشباح. متت. استغفر الله. ليه متت؟ لأني مو شايفة. صبا تركتيني لحالي. صبا تركتيني لحالي معهم.
تعرف ان انا عشان انقذك ضيعت اغراضنا؟ تعرف هالمعلومة صح؟ طيب يا احمد فداي مالك، كم مرة قلت لك انه فداي؟ تفا الله معيش شيء اقتلك فيه اساسا. عشان انقذك ضيعت. طيب بتحملني جميلة، بتحبني جميلة، بتحملني جميلة، بتحملني جميلة، بتحملني جميلة. شو عملت لك انا؟ شو عملت لك؟ شو عملت لك؟ هاي معك فحم. طيب من جبتي؟ مالك دخل، لانك ما سألتني، ما سألتني. حل علي يا صفا. ايش حل علي؟ شفت انك كان معي فحم واني انا الي فايدة؟ انا روحي نص روح بسببك. اسمع متت. طيب يا جماعة اذا بدكم كمان حلقة مع صفا اكتبوا لنا تعليق. اطلبوا تزود ثاني. بليز 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 شوفك عم يجاوب وحوش. باي.